التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، أهلا بكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار من القاهرة عاصمة الخبر. قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا إنها لم تتحدث إلى نظيرها الأوكراني ديمترو لوبنتس في تركيا الأسبوع الماضي بشأن تبادل محتمل للأسرى. هذا وكان مسؤول تركي قال إن أوكرانيا قدمت إلى روسيا قائمة تضم 800 شخص، وإن المسؤولة الروسية قدمت قائمة تضم 200 شخص ليتم تبادلهم. من جانبها أشارت مفوضة حقوق الإنسان الروسية إن مثل هذا التبادل غير المتكافئ، لا يمكن اعتباره عادلا بحسب قولها. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نية الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا. وفي كلمتها أمام اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أكدت فون دير لاين أن أوروبا مستمرة في دعم أوكرانيا لمواجهة روسيا. يأتي هذا فيما قامت المفوضية الأوروبية بصرف الدفعة الأولى من حزمة المساعدات التي تعهدت بصرفها لأوكرانيا. أعلنت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تدشين حملته الانتخابية الرئاسية 2024 نهاية الشهر الجاري من ولاية ساوث كارولينا. وسينضم لترامب خلال الفعاليات اثنان من أنصاره البارزين في ولاية ساوث كارولينا، وهم السناتور الجمهوري لانسي جراهام وحاكم الولاية هنري ماكماستر. قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 5 وحتى 6 من فبراير القادم. أوضح المسؤول أن بلينكن سيجري خلال الزيارة محادثات مع المسؤولين الصينيين بهدف تهدئة التوترات مع بكين التي تعد الخصم الأساسي لواشنطن. أفادت تقارير إعلامية بعقد لقاء أخوي اليوم يجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقادة دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. ومن المقرر أن يبحث القادة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك لما فيه من مصلحة شعوبهم ومصلحة المنطقة. أعلنت نقابة التدريس والتمريض وسائقي القطارات في بريطانيا تنظيم إضرابات جديدة عن العمل. ومن المقرر أن يتخذ المسعفون وعمال الإسعاف قرارا هذا الأسبوع بشأن المزيد من الإضرابات، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الخدمة الصحية الوطنية في الوقت الذي تكافح فيه للتعافي من تداعيات إغلاقات كورونا وأزمة التوظيف. نهاية هذا الموجز. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب. كذلك يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال وتحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة أمامكم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وطبعا نحن مستمرون معكم في فقرات واستكمال فقرات صباح جديد، ولكن بعد الفاصل.